وينضم إلينا من لندن المحلل الاستراتيجي الدكتور فواز حلمي. مرحبا بك دكتور فواز. برأيك ما هي الخيارات الروسية للرد على القرار الأمريكي بالانسحاب من هذه المعاهدة؟ القرار الأمريكي لن يؤثر على التوازن الاستراتيجي الروسي الحقيقة قيد أملة، لأنه بوتين الجيش للرد والجاهزية تجاه أي هجوم محتمل، هل يمكن أن تؤدي هذه القرارات الأمريكية إلى مواجهات محتملة؟ والله يعني الحقيقة الرئيس ترامب يكون مختل القوى العقلية إذا فيمكن أن لا تتورط روسيا وغيرها بالانجرار إلى سباق تسلح. والله الظاهر أنه الدفاع الروسي كان حاسب حسابها لهذا